الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المستمعين، أبناء الطلبة في كل مكان، نعيش الآن مع الدرس الأخير من دروس وحدات أركان الإيمان. بعد أن بينا الركن الأول الإيمان بالله، وأتبعناه بالركن الثاني الإيمان بالملائكة، والثالث الإيمان بالكتب، نختم الإيمان بالرسل، ذلك أننا قد تكلمنا عن الإيمان بالقضاء والقدر في وحدة الإيمان بالقضاء والقدر. هنا في الدرس الخامس والأخير، الإيمان بالرسل. حول هذا الدرس أتت تلك العناصر، وفي مقدمتها أن نبين لك معنى الرسل، والثاني أن نقف بك على الفرق بين الرسول والنبي، والثالث نقف بك على معنى الإيمان بالرسل، والرابع نقف بك فيه على أهمية الإيمان بالرسل، والخامس نقف بك على الحكمة من إرسال الرسل ورد بعض الشبهات حول ذلك، وأخيرا نخاطبك عزيز المستمع مبينين بعضا من ثمرات الإيمان بالرسل. أما العنصر الأول، معنى الإيمان، معنى الرسل، ما المقصود بالرسل؟ الرسل جمع رسول، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. والرسل هناك فرق بينهم وبين الأنبياء. كلمة الرسول وكلمة النبي، ما الفرق بينها؟ النبي مخبر، أي مخبر عن الله تعالى، لقد أمره الله وأوحى إليه بخبر فبلغه عن الله. الرسول من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، ولا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي. نعم، هناك قول شائع بين كثير من الكتاب وبين كثير من المتكلمين، فيرى بعضهم أن لا فرق بين النبي والرسول، وهذا خطأ. الشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا هو الشائع بين العلماء، ولكن في هذا الكلام نظر كما يرى البعض الآخر. فالتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وعلى هذا فالنبي مأمور بالبلاغ والرسول مأمور بالبلاغ. أما الرسول فهو مأمور بشرع جديد، والنبي مأمور بشرع ليؤكد شرع من سبقه ليس جديدا، يعني يحيي من درس من شريعة من قبله. معنى الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى أرسل رسلا أو بعث أنبياء يدعوهم إلى عبادة الله. أرسل رسلا إلى الخلق ليدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا حرفا ولم يغيروا كلمة ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. هذا هو معنى الإيمان بالرسل، ذلك أن إيمان المرء لا يكتمل إلا بذلك، فمن شك في واحد منهم أو من نسب إليه قولا ليس منه فليتبوأ مقعده من النار، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك هذا الدرس يقف بنا على أهمية الإيمان بالرسل، وهو العنصر الرابع. أهمية الإيمان بالرسل أصل أصيل من أصول الإيمان، ولا يتم إيمان المسلم إلا به، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله، ومن آمن بجميع الأنبياء والمرسلين كان آمنا بالله. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية العظيمة وقفت بنا على أن هذه الحقيقة هي التي يكتمل بها الإيمان، إذ لا يكتمل إيمان المؤمن إلا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومن كفر بهم أو بواحد منهم كان كافرا بالله رب العالمين. أما عن العنصر الخامس من عناصر هذا الدرس، وهو إبراز بعض الحكم من إرسال الرسل ورد بعض الشبهات في ذلك، فإننا نسارع القول فنقول يظهر وجه الحكمة من إرسال الرسل في أن الإرسال لطف ورحمة من الله عز وجل لخلقه، وتيسير على عباده، وتوجيه وإرشاد لهم إلى ما يصلح شؤونهم، ولم يكن أبدا إرسال الرسل عليه واجبا، وإنما هو لطف من الله وتكرم على خلقه، رحمة من عبادي أن أرسل رسلا. لماذا؟ ليكونوا مبينين ومرشدين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بهذه الحكمة يتضح الوجه تماما. أما عن بعض الشبهات التي وردت في هذا الجانب، يثير بعض الناس في عالم اليوم شبهات مفادها أنه يمكن للناس الاستغناء عن الرسل، ويمكن للناس الاستغناء عن الرسالات. بماذا؟ بالعقل. لقد وهب الله الناس عقلا، وبه يستطيعون أن يدركوا أشياء هم ليسوا في حاجة إلى بيانها، في بيانها إلى رسول أو نبي، هكذا قال أولئك المشتبهون. ولذلك نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون ويخططون ويوجهون، ومستندهم في ذلك كله العقل، فيرون أن العقول تستحسن ذلك أو تقبحه وترضى به أو ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم، فالبراهمة وهم طائفة من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم، لا لإغناء العقل عن الرسل، يعني العقل يغني، لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله، وإن لم يأتي به وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه. يعني البراهمة كانوا يرون أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وعلى هذا المنوال سار منكر الرسل. هذه شبهة ولكن أن لها البقاء. نستطيع أن نرد عليهم قائلين، نعم نسلم بأنه لا يجوز إنكار قدرة العقل على إدراك الحكمة وإدراك الحسن والقبح، إن الله قد فطر العباد على الفرق بين التحسين والتقبيح، فالإنسان يستطيع أن يحسن وأن يقبح، نعم، وركب الله عز وجل في عقول الناس الإدراك والفهم والتمييز بين الأشياء، كما فطر الله عز وجل الخلق على أن يفرقوا بين النافع والضار والملائم لهم والنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه إلى آخره. ولكن هل نستطيع أن نسلم بأن هناك أمور هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله، أن يكون العقل كفئا؟ بتعبير آخر، أيكون العقل كاف في الوصول إلى بعض الأمور التي لا يدركها العقل وهي في أعظم ما ينتفع به الإنسان؟ إنها ليست داخلة في مجال العقل ودائرته، فمن أين للعقل إذن معرفة الله بأسمائه وصفاته؟ ومن أين للعقل إذن معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين للعقل أيضا معرفة تفاصيل الثواب والعقاب وما أعد لأولياء الله عز وجل وما أعد لأعدائه؟ ومن أين للعقل أن يعلم مقادير الثواب والعقاب إلى غير ذلك، والكيفيات والدرجات التي يصل إليها الإنسان؟ ومن أين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهره الله عز وجل على أحد، أو لم يظهر الله عز وجل عليه أحد إلا من ارتضى من رسول؟ إن أشياء كثيرة ليس للعقل أن يصل إليها، وإننا عندما نسلم بأن العقل يستطيع أن يدرك بعض الأشياء إلا أننا لا نسلم بأنه لا يدرك الأشياء الأخرى وهو في حاجة إليها. إننا عندما نضيق الدائرة على العقل إذن نحرم الإنسان من نعم الله التي قد رصدها لعباده. أيضا هناك رد آخر، إن إدراك العقل لحسن الأشياء أو قبحها إنما هو إدراك على سبيل الإجمال،
ولا يستطيع العقل أن يدرك تفاصيل ما أجاء به الشرع، وإن أدرك التفاصيل فهو إدراك لبعض الجزئيات وليس إدراكا كليا شاملا. فالعقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل أو عقد. وكذلك أيضا نستطيع أن نقول إن العقول قد تحار في الفعل الواحد، فقد يكون الفعل مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدتها وأن المفسدة أرجح أو المصلحة أرجح، فيتوقف العقل إذن، فتأتي الشرائع ببيان ذلك الذي لا يستطيع العقل الوصول إليه. أيضا ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحا فإنه ليس إلا فرضيات قد تجرفها الآراء المتناقضة والمذاهب الملحدة، ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة الوحي ستكون تخمينات، وستكون أمورا مبنية على الحدس يلتبس فيها الحق بالباطل. هنا ننطلق بك عزيز المستمع إلى ما ينبغي عليك فعله والإيمان به والاعتقاد به، وهو الإيمان بثمرات الإيمان بالرسل. إن الإيمان بالرسل يدفعك أو يحقق لك ثمرات عظيمة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعد أن وقفت على أن العقل لا يستطيع فهم الأشياء وحكايتها والإلمام بها. عليك أن تعتقد بأن الله قد رحمنا بإرسال الرسل ليكونوا لنا هداية إلى صراط الله وبيانا إلى كيفية العبادة، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. أيضا من ثمرات الإيمان شكر الله عز وجل على هذه النعمة. أيضا من ثمرات الإيمان محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم بذلوا حياتهم ووجدوا من الآلام ما وجدوا في سبيل توصيل الرسالة الربانية إلى الخلق وحماية الخلق والعمل على مصالح الخلق، فأنى للعباد أن لا يحبوا هؤلاء الأنبياء. إنهم رسل الله تعالى وقد قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده، فحري بنا أيها الناس أن نكون على الحب لهم. أيضا من ثمرات الإيمان الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلة ولا يحل خلافه. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو المحلل وهو المشرع والأنبياء مبلغون، فلا يحل لعبد أن يحل شيئا لم يحله الله أو يحرم شيئا لم يحرمه الله.